سؤال بيقول إزاي أأدب بنتي لتكون قيادية؟ برضو تربية القيادة ده موضوع طويل، يمكن يبقى لنا اللي فيه لقاءات متخصصة، إزاي نخلي أولادنا يطلعوا قياديين من بدري. لكن نقول كم فكرة كده باختصار. أولا ما تتخضوش من ولادنا لما بيقولوا لأ في الأول، لأنه لما بيقول لأ ما كسرش اللأ عمال على بطال، لأنه كون الطفل بيقول لأ ما هو ده اللي هيخليه يقول لأ للغلط في يوم من الأيام. فيعني ما اتغصش أنا منه يا كبير عشان بيقول لي لأ، طب ما هو بكرة هيقول لأ للسيجارة ولأ للحشيش ولأ للشهوات ولأ للإدمان ولأ للتيارات المتطرفة. كويس اللأ مفيدة برضه، فما محرموش من كلمة لأ دي واعتبرها جريمة، لأنه أنا بس بهذبها إمتى تتقال اللأ وإمتى يتقال حاضر. فأول حاجة أن أنا مكسرش يعني إرادته كتير، لأن كسر الإرادة كتير تطلعه شخصية خانعة ضعيفة منقادة. إنما أحترم رأيه، هو عيل صغير 4 5 سنين، أحترم اختياره وأقول له شوف أنت تحب إيه، عشان يطلع عنده شخصية بتختار. وبعدين ناقشه كتير، المناقشة تطلع شخصية قيادية، الحوار مع كل مراحل العمر يطلع شخصية مثقفة قيادية. إنما لغة الأوامر تلغي أي ناحية قيادية في الناس. لغة اللي هي مراسلة دي من فوق لتحت ما تطلعش أبدا قياديين. لغة الحوار تطلع ناس مفكرة مثقفة وعندها نزعة قيادية. حاجة كمان القراية، لو علمنا أولادنا يقروا مهما كانت يعني الدنيا ماشية في اتجاه الكمبيوتر، هيفضل الكتاب له قيمة، مش بس الكتاب المقدس. القراية عامة تساعد الواحد على تكوين فكر قوي يجعله قائدا وليس منقادا. الانقياد دايما علامة سطحية، فلأن الشاب ما بيقراش وما بيتناقش وما بيعرفش، أي حد يبهره وأي حد يسوقه. لكن لو ولادنا عندهم ثقافة، عندهم فكر مليانين من جواهم، لا مش أي حد يسوقهم طبعا، بالعكس هم اللي يسوقوا جيلهم، مش محدش يسوقهم. فدلوقتي مهم قوي تغذية نزعة القراءة والثقافة عامة والعلوم الإنسانية كلها، والحوار في البيوت بين كل الأجيال، واحترام رأي الطفل، ودخوله في مجالات متعددة وأنشطة متعددة، مش بس دينية، كل المجالات والأنشطة اللي تبني الشخصية مفيدة جدا لتكوين شخصية قيادية. إزاي نقنع ولادنا يكونوا مرفوضين، مختلفين ومرفوضين، وهم بينبهروا بالروشنة مش بالعادي؟ برضو الحوار هو الحل. نحاورهم ونقنعهم ان الروشنة دي مش احلى حاجة، وانه اجمل حاجة او اجمل صورة هي صورة الهنا ربنا يسوع له المجد، ويجي وراها صورة القديسين. هي دي البطولات اللي نخلي ولادنا يبصوا لها باعجاب. انما لما يعجبوا بالروش، الروش ده لما بيدرسوا حياته بيلاقوها فاضية خالص، وبيلاقوها فارغة قوي وملهاش قيمة. الحوار الهادي الناضج هو اللي يقنعهم انه البطولة الحقيقية او اللي يستحق الاعجاب هو ده مش ده. فيبتدي الشاب من دول يطلع متوازن، ما ينبهرش زيادة بشوية حاجات روشة بتعبرهم، لا ينبهر بجمال الهنا يسوع المسيح له المجد، وينبهر بجمال القديسين، ويبقى هم دول القدوة بتوعه. لما بقول لبنتي لازم تبقي مختلفة لانك بنت ربنا، بتقول ما كل أصحابي اللي في الكنيسة بيعملوا كده، اشمعنى أنا؟ برضو خلينا نقول حاجة، مش كل اللي في الكنيسة قديسين. احنا في الكنيسة على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول الكنيسة دي مستشفى، اللي بيجوها كلهم مرضى، لكن مش محكمة بنقعد فيها نحكم على بعض، احنا جايين كلنا نعالج بعض. فاحنا عاوزين نقول لأولادنا مش معنى ان صديقك حتى اللي في الكنيسة غلط يبقى مصرح بالغلط، لا، احنا كلنا بصين على المسيح كمثل أعلى، بصين على أبائنا وقديسينا والقدوة الحلوة، ويعني نتشبه بالخير، تمثلوا بالخير مش بالشر. لما يقول المحبة تفرح بالخير ولا تفرح بالإثم،
تفرح بالحق. فنعلمه أنك اللي يحب ربنا يفرح بالصح، واللي يحب الناس يشوف الحاجة الصح وما يشوفش الحاجة الغلط. أعمل إيه مع الأب اللي بيغير من ابنه ومن نجاحه إلى أن أفقده الثقة في نفسه؟ وطبعا الأب ده لوحده محتاج يعني حوار طويل عشان يعرف يحب ابنه، لأنه اللي يغير من ابنه يبقى عنده صغر نفس وعنده يعني لخبطة جواه. والعلاج الأمثل دايما لصغر النفس الشبع بالله، النفس الشبعانة تدوس العسل. الغيرة دايما معناها واحد جعان، فبيغير عاوز اللي في ايد الناس لانه جعان. اول ما يشبع خلاص هيغير ليه؟ لا يغير من اولاده ولا زمايله ولا اللي حواليه. والشبع هنا شبع روح، لما يحس انه محبوب عند ربنا وان ربنا شايفه حاجة كبيرة قوي، خلاص هيحب كل الناس ويتمنى للناس الخير واولهم اولاده. ربنا يديك حكمة كزوجة وام انك انت تريحي الكل وتقربيهم من ربنا. ازاي اضبط انفعالاتي لما بنتي تحكي عن اعجابها بشخص؟ ده سؤال حلو. في امهات اول ما تيجي البنت تحكي عن اعجابها بشخص تلاقي وشها جاب الوان، وتلاقي كلام بقى اللي ايه يعني يجرح طلع، وتلاقي اتهامات بقلة الادب. بينما التحرك العاطفي يعني يكون العاطفة اتحركت في نفسية اي مراهق، دي ظاهرة صحية يعني حاجة طبيعية. الميل، احنا مش بنقول علاقة، بنقول مجرد الإعجاب ده جزء من تطور نفسية المراهق. فالأب والأم الطبيعيين يسمعوا بابتسامة هادية ويتابعوا، وبعدين يظبطوا المسائل، يفهموها ده مش حب، ده مجرد إعجاب وهيتغير وهيروح لوحده وما تركزيش فيه، خلي المشاعر دي تروح لربنا. بكرة بقى يجيلك عريس أحسن منه مليون مرة. يعني الحوار العائل هو اللي يظبط الحاجات. أولادي مش بيعرفوا غير لغة الصريخ أيا كانت نوعية طلباتهم. هم أولادك لما تولدوا ما كانوش يعني كانوا بيصرخوا لما يحتاجوا يشربوا اللبن يعني، لكن لغة الصريخ دي لأنها بتقول 12 و15 سنة هي نتيجة أخطاء كتيرة في 12 سنة اللي فاتت. لأنه الطفل زي ما بنشكله على فكرة ده عجينة، فأكيد البيت فيه عصبية كتير، فيه غضب، فيه استعجال، فيه صريخ بين الكبار، فيه تجاهل لطلباتهم فترات، مفيش بناء روحي سليم، فوصلوا إن هم كل ما يطلبوا يصرخوا. طبعا ده محتاج علاج طويل شوي من إعادة بناء البيت روحيا، من رجوع الصداقة بين الكبار والشباب، من تهيئة مناخ هادي بكل المقاييس. عاوزة شغل، بحاول أسمع أولادي وأشاركهم، لكن بنتي غير مشاركة مع أن ابني بيشاركني. ده سؤال حقيقة محير وأنا نفسي مش بعرف أجاوبه. ساعات يكون نفس الأب ونفس الأم ونفس أسلوب التعامل، لكن مش الاتنين أو الولدين طالعين زي بعض. شفناها في يعقوب وعيسو مثلا، شفناها في ناس، وإن كان هنا الأب والأم كان عندهم أخطاء. في فروق شخصية وفي تأثيرات خارجية. احنا نجتهد، لكن طبيعي مش كل ولادنا بيطلعوا بيستفيدوا مننا بنفس الدرجة. والصلاة هنا تقوم بدور كبير قوي. يا رب عوض تقصيري مع أولادي، يا رب اديني حكمة أعرف أوصل الرسالة الصح لأولادي. ولما الاقي حد سابق حد ما ميزش برضه، يعني ساعات يطلع ولد أحسن كتير من أخوه أو من أخته، ما بينش أبدا تعاطفي أو انجذابي للأحسن، لأن ده بيتعب أكتر وبيزود المشكلة. أنا لازم يتوزع الحب على الاثنين أو الثلاثة بنفس الدرجة بقدر الإمكان. ما فيش مانع فودان الكويس بشجعه على الحاجة الحلوة، وفودان المتأخر أحفزه وأشجعه على حاجات تانية، ويفضل كل واحد حاسس أبويا ملكي أنا وبيحبني أكتر من كل الناس مهما كان درجته. مفيش داعي أبدا لمقارنة ولادنا ببعض، كل واحد محبوب كما هو، ودي طريقة ربنا في التعامل معانا. عارفين لو ربنا أثنى على ماري جرجس وماري مرقس وبوسفين طب ده احنا هنضيع خالص، إنما بيحبنا كل واحد زي ما هو كده.
أنا أشكركم على طولة بالكم، وربنا يدينا نعمة نقدر نوصل بولادنا إلى بر الأمان وندخل بهم كلنا السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.